التوراة الكبرى بقلم نهر ترجمة أحمد بهاء الدين آسيا وأوروبا 8 يناير 1931. قلت لك في خطاب سابق أن كل شيء يتغير وباستمرار وأن التاريخ ليس إلا سجلا للتعبير. والتاريخ الذي نتعلمه في المدارس والكليات لا يعد شيئا. أنا شخصيا لم أتعلم في المدارس والكليات إلا القليل. لقد تعلمت شيئا قليلا قليلا جدا عن تاريخ الهند وعن تاريخ انجلترا. حتى تاريخ الهند الذي نتعلمه كان بعيدا عن الحقيقه. كتبها قوم ينظرون الى بلدنا من اعلى. اما عن تاريخ سائر الشعوب فلم اتعلم شيئا ولم اقرا التاريخ الحقيقي الا بعد ان تركت الكليه. ومن حسن الحظ ان زياراتي للسجن اتاحت لي فرصه استكمال ثقافتي. لقد كتبت لك في بعض الخطابات السابقه عن الحضاره القديمه في الهند وعن قدوم الاريين، ولكن لم اكتب لك شيئا عما قبل ذلك لانني لا اعرف كثيرا عنه. ولكنه قد يسرك ان تعرف انه في السنوات القليله الاخيره تم اكتشاف بعض اثار الحضاره القديمه في الهند هناك في الشمال الغربي بالقرب من مكان اسمه موهن بوردارو. لقد حاول بعض الناس هناك وعثروا على اثار ربما رجعت الى 5000 سنه مضت، واكتشفوا موميات تشبه موميات المصريين القدماء. تصوري كان ذلك منذ الاف السنين حين كانت اوروبا ما تزال ارضا بدائيه موحشه، واوروبا اليوم قويه وشعوبها تعتبر نفسها ارقى شعوب الارض ثقافه وتحضرا. وهم ينظرون الى اسيا وشعوبها من عالم ويحضرون وياخذون منها كل ما يمكن الحصول عليه. حقا كم تغير الزمن. تعالي نلقي نظره على اوروبا واسيا، افتح اي قصر وتعملي اوروبا الصغيره ملتصقه بالقاره الاسيويه الهائله. انها تبدو كما لو كانت امتدادا ضئيلا لها. وحين تقرأين التاريخ ستجدين ان اسيا كانت المسيطره مدى عصور طويله من التاريخ، وكان اهلها يذهبون ابواجا لغزو اوروبا ينهبونها او ينشرون الحضاره فيها. الاريون والمهول والعرب والمغول والاتراك كل هؤلاء جاءوا من اماكن متفرقه في اسيا وانتشروا في اوروبا. كانت اسيا تمتلكهم في اعداد هائله كالجراد، وظلت اوروبا زمنا طويلا وكانها مستعمره لاسيا. وكثيرون جدا من ابناء اوروبا الان انحدروا من سلالات الغزاة الاسيويين. اسيا تستلقي على خريطه كالعملاق الضخم في حين تبدو اوروبا صغيره، ولكن هذا لا يعني ان اسيا اعظم الان من اوروبا او ان اوروبا غير جديره بالاهتمام، بل حجمها هو احقر بالقياس لعظمه الرجال او البلاد. فنحن نعرف جيدا ان اوروبا على انها اصغر القارات الا انها اقواها. كما نعرف ان كثيرا من بلادها مرت بعصور باهره من التاريخ، وانها اخرجت العلماء العظام الذين استطاعوا باستكشافاتهم ومخترعاتهم ان يدفعوا الحضاره الى الامام، وان يجعلوا الحياه اسعد لملايين من الرجال والنساء، وانها اخرجت العظماء من الكتاب والمفكرين والفنانين والموسيقيين. انها من الحماقه ان لا نعترف بعظمه اوروبا، ولكنها من الحماقه ايضا ان ننسى عظمه اسيا. فمن الخطر ان يبهرنا بريق اوروبا وينسينا الماضي، فلنذكر انها اسيا التي اخرجت قاده الفكر الذين اثروا في العالم اكثر من اي شيء اخر، الا وهم انبياء الاديان الكبرى. فالهندوسيه اقدم دين على وجه الارض خرجت من الهند، وكذلك البوذيه التي تنتشر في الصين واليابان وبورما والتبت وسيناء، واليهوديه والمسيحيه خرجتها من فلسطين على ساحل اسيا الغربي، كما ان الدين الاسلامي ولد في مكه في بلاد العرب. حقا لقد تغير الزمن، ولكنه يتغير الان مره اخرى امام اعيننا. فالتاريخ يتحرك بطيئا خلال القرون، ولكنه في بعض السنين يسرع ويلهث ويلهث. واليوم نرى التاريخ يتحرك بسرعه في اسيا. فالقاره القديمه تستيقظ من سباتها الطويل، وعيون العالم كله مفتوحه عليها الان. ذلك اننا جميعا يعرفون ان اسيا سوف تلعب في المستقبل دورا خطيرا.